حالة فريدة من نوعها. نادي وطني تأسس للشعب ومن الشعب، شعبية أساسها الوطنية. اسم النادي نفسه كان له دلالة على إنه نادي الوطن، نادي الأمة، نادي المصريين. قراراته مسطرة واحدة، تاريخ من البطولات والانتصارات. ما كانش مجرد انتصار وفوز ببطولة، يوم تاريخي في تاريخ النادي الأهلي، ده كان انتصار وتتويج لثورة التنصير. ده الفريق اللي أحرز للنادي الأهلي أول بطولة في تاريخه. البطولة الأولى، الليلة الساعة 12 منتصف الليل على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.